في الحقيقة يعني قضية الفساد في صلاح الدين هو ليس فقط في محافظة صلاح الدين، أنا أعتقد وجمهور العراقي أعتقد أنه أغلب المحافظات فيها فساد إداري، لكن أن يتحول هذا الفساد الإداري إلى أن يستغل المسؤول هذه القرارات التي تهم شريحة من المواطنين، يعني مثلا أنه قطع الأراضي يفترض أولا أن تشمل مواطني محافظة صلاح الدين، لا سيما الفقراء الذين يعني يتأملون من الحكومة التي حتى تعالج مسألة أنه السكن وتوزيع الأراضي. طبعا بالتأكيد هو أول ما يتحاسب المسؤول عن هذه القضية المسؤول الأول، لهم عادة احنا بنشوف أنه الرأس الكبير شو يطلع معته؟ يطلع شعر معجي، زين طبعا هو هذا عنده فروع، عنده ناس، عنده كبارية هم يوزعون، هو مسؤولين على الأراضي، هو يصير خلف الكواليس. يجب أن يكون هنالك محاسبة شديدة لمن يفسد في المجتمع العراقي من كل المحافظات بدون استثناء ومن كل المكونات بدون استثناء. حياكم الله. فساد، رشا وشبهات على شرف النفوذ السياسي والإداري، محافظات حررت من الإرهاب وقيدت بأغلال الخراب، أموالها نهبت وأراضيها لغير المستحقين توزعت، أما العقارات فاستبيحت بتزوير آلاف الأضابير. أحزاب الحكومات المحلية تسلطت على رقاب المساكين وتغلغلت في المناصب والدوائر، عمليات النصب والاحتيال شغلهم الشاغل، مدراء مكاتب يهبون المقدرات والموارد للأقارب خارج السياقات القانونية وحتى الأخلاقية، وعمليات النزاهة تطارد من كل جانب. فهل سيقضى على الفساد أم على الإعمار في تلك المناطق؟ أم أن الهارب في عمليات التحرير لا يبحث إلا عن المغانم؟ ملفنا الأول راح يكون حول الفساد في ملف العقارات وتوزيع الأراضي في المحافظات المحررة وفق عمليات ضبط وأوامر استقدام وقبض بحق عدد من المسؤولين في الدوائر المحلية. راح يكون ويانا المحلل السياسي الأستاذ عباس العرداوي، حياك. أهلا وسهلا، حياك. كما سينضم إلينا الباحث في الشأن السياسي الدكتور الأستاذ سيف السعدي، حياك. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. إذا أبدأ معك أستاذ عباس، أوامر استقدام بحق رئيس وأعضاء لجنة تدقيق المعاملات خصيصا الأضابير حول وجود الكثير من ملفات الفساد وتوزيع قطع أراضي لغير المستحقين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناتكم المحترمة، شكرا لحضرتك ولضيفكم الكريم والمتابعي ومشاهدي قناة الأيام. بالتأكيد هذا الموضوع أثير منذ ما بعد عمليات الكشف اللي استمرت بها بشكل كامل صولات هيئة النزاهة ووجود الأخ الأستاذ حيدر الحنون اللي استطاع أنه يفعل هذا الملف بقوة. نعم. واستند بشكل كامل لعدد من التصريحات وعدد من المبادرات. تأكيد أنه موضوع النزاهة وموضوع كشف الملفات يبدأ من المواطن. طيب. عمليات الإخبار التي تم الحديث عنها وعمليات وعدد كبير من المنصات استخدمت في كشف هذا الموضوع، بالتالي الموضوع أخذ مجرى التحقيقات وبدأت تنكشف الكثير من هذه المواضيع، موضوع استغلال عمليات التعويض لضحايا الإرهاب، تسجيل شهداء العمليات العسكرية وغيرها،
التلاعب بهذه المعلومات، عملية تسجيل الدواعش وغيرهم. طيب. وملف العقار وملف الأراضي هذا اللي أخذ صدى كلش كبير، وحتى دخلت بالأمن الوطني. هذا الملف مهم جدا لأنه فيه استثمار، يعني اليوم هنالك عمليات عسكرية جرت، بالتالي العمليات العسكرية بالتأكيد هنالك من لم يستطع أن يعود إلى أراضيه، هنالك من هذا تعرف. يؤشر على تقصير الحكومة، الحكومة مقصرة في هذه الحكومات المحلية مقصرة بهذا الموضوع، وسجل هذا الموضوع وهو على عاتق مجالس المحافظات السابقة. طيب. وعلى عاتق المحافظين اللي تولوا هذه المهام، فضلا أنه أكو نقطة مهمة جدا، أنه في أيام وسنوات تعطيل مجالس المحافظات هذه كانت مهمة نواب المحافظات في الممثلين لهم في مجالس في السلطة التشريعية. بالتالي قد يكون لا سامح الله يعني قد يكون جزء من عنده، وبرزت بعض الأسماء أنه هي عملية توريط سياسي. إحنا لا ننسى أنه هو قد استخدم جزء من عنده هو كرصيد لأشخاص بعينها. شنو توريط سياسي؟ عملية استخدام غير دقيق وخارج القانون والدستور لصالح حزبي ولصالح شخصيات. بدأ بعملية الدعم والدفع بهذا الموضوع، وخاصة في محافظة الأنبار وفي بعض المحافظات استخدمت ورقة التهديد كورقة الأمن، واستخدمت ورقة الترغيب كالعطاء اللي يستخدم، وهذا الموضوع كان بتداعيات وعلى أثر حكم بعض الشخصيات وتم إقرارها. عملية الحكم على هؤلاء وإدانتهم قضائيا هذا يدل على وجود هذا الملف وتداعياته. دكتور سيف، استغلال نفوذ هيمنة سياسية، شنو اللي جاي يصير بالمحافظات المحررة؟ بداية شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، تحية طيبة لك وإلى متابعيكم الكرام وإلى ضيفك الكريم. يعني بداية لنركز على محافظة صلاح الدين من ثم نعقب على محافظة الأنبار. يعني إذا ما رجعنا للمنهاج الحكومي المصوت عليه داخل مجلس النواب استنادا للمادة 76 رابعا من الدستور، أولى أولويات الحكومة في المادة أو في الصفحة الأولى كانت مكافحة الفساد المالي والإداري، وهذا جزء من أولويات حكومة السيد محمد شياع السوداني، تفعيل ديوان الرقابة المالية، تفعيل هيئة النزاهة، يعني حقيقة متابعة ملف توزيع قطع الأراضي غير المستحقين. يعني أنا أسميه دائما يعني قبيل الانتخابات، يعني هناك أحزاب هي عبارة عن دكاكين تفتح أبوابها قبيل الانتخابات من ثم تغلق أبوابها بعد الانتخابات. ما ترفعه من شعارات بالجانب الأكاديمي نطلق عليه مصطلح الديماغوجية السياسية، أي شعارات خادعة كاذبة لا تطبق على أرض الواقع، وهذا ما حصل حقيقة في محافظة صلاح الدين وغيرها من المحافظات الأخرى. أيضا تم يعني ممكن يعني تشخيص في محافظة البصرة، والتهمة ممكن السيد محافظ البصرة أيضا من كثير من الشخصيات بأنه استغل المال السياسي من أجل ممكن رافعة سياسية والرافعة الانتخابية، أيضا محافظين آخرين في محافظات أخرى. بالتالي هذا يقع على عاتق حقيقة الحكومة الاتحادية وهيئة النزاهة وتفعيل ديوان الرقابة المالية، لأن منذ 2005 وما عقبها من تشكيل حكومات نحن في الدورة الخامسة لغاية اليوم تشكل لجان، مرة يعني لجان خاصة بمكافحة الفساد المالي والإداري، مطاردة حيتان الفساد، ولكن الفساد أصبح جزء من البنية النظام السياسي بعد 2005، بالتالي من الصعب تغييره بطريقة جذرية. إذا ما أردنا أن نغير واقع الحال يجب أن نستبدل الطبقة السياسية بشكل مجمل حقيقة. لماذا؟ لأنه جزء من بنية يعني النظام السياسي. يعني الطبقة السياسية لو ما نقدر نقضي على الفساد؟ على اعتبار أنه أصبح جزء من بنية النظام السياسي. يعني إذا ما رجعنا روبرت فورد له مقال منشور في معهد الشرق الأوسط، وهو كان مدير السياسات مكتب السياسات الأمريكية في السفارة الأمريكية من ثم الجزائر وسوريا، له مقال يقول بنية النظام السياسي في العراق هو ديمقراطي شكلا وكليبتقراطي مضمونا، ديمقراطي شكلا مفهوم وكليبتقراطي هو نظام لصوص حقيقة. لماذا؟ لأن الفساد هو ينخر جسد الدولة، كل الدورات السابقة تتحدث عن الفساد المالي والإداري، بالتالي كيف نعالج هذا الفساد؟ الفساد لا يقل خطورة عن داعش وعن صحيح، لكن اليوم اكو خطوات جادة من رئيس الحكومة ومن هيئة النزاهة بلا شك. يعني انا عرجت في بداية حديثي عن المنهاج الحكومي، اولى اولويات الحكومة لدينا في الجانب الاكاديمي نظرية ترتيب الاولويات، اولى اولويات الحكومة هو معالجة الفساد المالي والاداري، وهذا جزء من الفساد المالي والاداري. ولكن ضيفك الكريم باحترام تطرق على الى محافظه الانبار، القطع الاراضي في محافظه الانبار مختلف عن صلاح الدين، صلاح الدين توزع من خلال انتخابات وغيرها، اما القرار الذي صدر من قبل هيئه النزاهه وديوان الرقابه الماليه لا يتعلق بموضوعه انه الانتخابات، وانما بيعها
لغير وجه حق حقيقة، ولا يستند لضوابط ممكن التسجيل العقاري أو وزارة العدل أو يعني ما يخص الحكومة المحلية. وهو تفضل يعني مشكور بأنه مجالس المحافظاتية لم تكن في يعني معطلة منذ عام 2013 تقريبا قرابة أو زهاء العشرة أعوام. بالتالي حقيقة هذا الموضوع يقع على عاتق الحكومات المركزية. طيب، في هذا الوقت قطع أراضي للإرهابيين في محافظة الأنبار؟ يعني هذا الموضوع متروك لهيئة النزاهة، هي من تحدد. ولكن هل هناك خروقات؟ نعم هناك خروقات في الأنبار، في البصرة، في صلاح الدين، في نينوى، في ممكن يعني محافظة واسط، كثير من المحافظات. لا يمكن الفساد هو مستشفي في مؤسسات الدولة. لذلك روبرت فورد عندما قال الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل خطأين استراتيجيين. الأولى وهو أنها أهملت يعني ملف الفساد ودعت يعني من هو بمكتب القائد القوات المسلحة أن يتدخل في مكتب المفتش العمومي وفي هيئة النزاهة. وقال بصريح العبارة هيئة النزاهة في ذلك الوقت بحاجة إلى هيئة نزاهة، والمفتش العمومي الآن لا يوجد مفتش عمومي، هو بحاجة إلى مفتش عمومي. وأنا أقول نعم يعني هناك حقيقة لجان شكلت إذا رقابة تحتاج لها رقابة شلون راح تنحل دكتور؟ يعني هذا حال حقيقة مؤسساتنا. يعني مؤسساتنا في يعني أنا لا ألقي اللوم على الحكومة الحالية على اعتبار أن هناك ملف متراكم، هو يعاني من مشاكل متراكمة. بالتالي كيف نحل هذه المشاكل المتراكمة؟ نبدأ بها تدريجيا. أستاذ عباس، تخصيص قطعة أرض شقيقة مدير مكتب محافظ الصلاح الدين بهذا النفس الإداري، شلون راح نقدر نعمر المناطق المحررة من الإرهاب؟ المناطق المحررة تعرضت إلى أكثر من سرقة، وممكن ضيفي الكريم من أبناء تلك المناطق ويؤيدنا ببعضها، أنه صندوق دعمها مثلا، الدول المانحة، الشركات الواهبة، العروض التي قدمت من حركات وأحزاب وشخصيات وداعمين ومن أبناء المناطق ومن أبناء نفس المناطق ومن خيراتها ومن خارجها، وعقدت مؤتمر المانحين في الكويت، هنالك عروض من دبي، هنالك أموال من السعودية، هنالك أموال من تركيا، هنالك أموال من صندوق الدعم الأمريكي، هنالك أموال مباشرة أغدقها السفير الأمريكي. هذه كلها عفوا احنا لا ننسى، تذكرين انه الموضوع حتى أدين به السيد صالح المطلق، موضوع النازحين، موضوع الأموال التعويضية، نفس الصندوق اللي وضع صندوق الإعمار، هو وينه صندوق الإعمار؟ هذه الإشكالية هي إشكالية عدم بناء. أنا فقط أرجع على المشكلة من المحافظات مالتهم، لو المشكلة أولاً هي الاتحادية. أولاً هي بنية مجتمعية. أنا أتفق إنه هنالك خلل بالنظام السياسي، وهذا الخلل هو بهوية المواطن نفسه اللي الصدّة. هو تعرفين إنه عملية تسليم الأرض كانت، وعملية الرهان على أن تمضي دولة داعش وغيرها، كانت قد تكون جزء من تغطية على سرقات سابقة. هو الموضوع تراكمي ترى، يعني أنا حتى لا أتفق إنه الموضوع بدأ ب 2003. أصلاً إحنا ورثنا دولة منهوبة، حزب البعث المجرم صدام بأديبياته بأساسياته مكن عصابته، مكن زبانيته، استقطع الأراضي، استقطع الأموال، بنى هذه الثروات وغيرها. هذا عملية تراكم الفساد وغيرها. أما الجانب الأمريكي هو كان جزء من هو الجانب الأمريكي نفسه، مو إحنا كتراكمية، الجانب الأمريكي نفسه هو متهم الآن بالأموال التي أعطيت له والتي رصبه، فهم كلهم متهمين بهذه القضية. البناء تبدي من النقاط اللي أشار لها، تبدي من تكون عندك هيئة رقابة وتكون عندك هيئة نزاهة ويكون كشف للذمم. هذا اللي ما جاي يصير من الآن، من بدأت تشتغل النزاهة بجدية وبدأت تطالب بكشف الذمم والرقابة المالية. إحنا الرقابة المالية عطلت عندنا لسنوات ما كان عليها شخص يديرها. دكتور سيف قال لك الرقابة تحتاج رقابة. هذا أخو أكو مرة أنت تريد تشرع باتجاه تصحيح المسار، فبالتأكيد مرة يحتاج إلى عوامل ثقة ويحتاج إلى معايير أداء. المعايير الأداء تطبق، اكو خلل هنا يحاسب هذا الخلل. ما احنا هذا بنفس الوضع. عمليه التراكم ايضا، انا طبعا ما اتفق وياك من تقولين على 20 سنه ونخلي الموضوع بحقبه. احنا هذه الحقبه ترى مرينا بمشكله، احنا عندنا 11 سنه اموالنا مو بدينا، احنا خراجنا من النفط يجينا بأد المصرف الامريكي، ولا زال احنا لحد ما طلع البند السابع. هذه نقطه. الاعتراض على الشركات وغيرها، يعني عمليه التجريم الجريمة الكبرى، عملية التهديم الكبرى التي مارستها عصابات داعش.
عملية قتل أولا للإنسان وللحيوان وللأرض وللتراث، عملية إبادة صارت، تشويه. يعني أكو بعض المناطق التراثية سحقوها بغيرها. طيب الأخطاء الحربية، تكريت وغيرها من المناطق تعرضت لأخطاء حربية كبيرة جدا، عملية هدم في محافظة في مثلا الرمادي. أكو من دا يراهن على هذه الفوضى حتى 80% في الرمادي مثلا. طبعا يراهن هو، وين هو؟ أنا شو قلت لك أنا من إجت مجالس المحافظات شافت عصابات داعش جتي سلمت المحافظات وشردوا لأربيل وغيرهم، 90% من أعضاء مجالس المحافظات ما رجعوا، لأن هو أصلا هو عنده تراكم من الفساد، اكو مالي انسرقت واكو ملفات وغيرها. فعمليه شايف ان اخذنا لنا فتره احنا يا مؤسسه يصير عليها مؤشرات نزاهه تحترق كل الاوراق. لا والله صحيح. فهذا هذه اكو عمليه محاسبه. انا اعتقد اليوم احنا نشهد الى عمليه صيانه للنظام السياسي، وعبرنا انا اقول عمليه انه نحبو باتجاه انه نتقدم، لا بدينا نتقدم بمسارات قويه. واليوم جاي نشهد هناك عشرات الضباط وعشرات الشخصيات لا يقف دوله الرئيس في ان يحاسبهم وان يقيلهم وان يحملهم المسؤوليه، وبالتالي عمليه تحميل المسؤوليه. المسؤول مو بس امتيازات، المسؤول عليه ان تكون هنالك التزام اتجاه الواجبات ومسؤولية تجاه الواجبات. اذا دكتور سيف، ملف التجاوز في محافظه الانبار على وجه الخصوص انتهى، اكو تلاعب كان بالاضابير، توزيع قطع اراضي لغير المستحقين، حضرتك قلت هذا بالسابق، لكن سؤالي لحضرتك هذا مستمر حتى الان لو لا؟ لا لا بالتاكيد، يعني بعد قرار هيئه النزاهه، ديوان الرقابه الماليه، اللجان المراقبه سواء كان في محافظه الانبار او حتى من بغداد لجنه ابو علي البصري تفعيلها، بالتاكيد توقف هذا الموضوع وتم حجز جميع الاراضي التي تم توزيعها في تلك الحقبه، ومن يتحملها حقيقه شخصيه في كانت يعني في ذلك الوقت هي من كانت تمنح هذه القطع. لا اريد المحافظ، يعني انت قلت المحافظ، بالتالي حقيقه ما اقدر افهم منك دكتور. لا اماني حقيقه يعني قانوني فيكون حذر، فهذا الموضوع ما اتكلم به. تعريجا على كلام الضيف الكريم قال انه المنحه الكويتيه، المنحه الكويتيه لم تصل حقيقه، ولا المنحه الخليجيه، فقط المنحه الامريكيه 100 مليون دولار. يعني في ذلك الوقت يعني كان السفير الامريكي وليس السفيره إلينا رومانوسكي في حينها تم تسليمه، ولليو ان دي بي، واليو ان دي بي حقيقه المشاريع تم اعمار 3 او 75 مجسر ما بين جسر وما بين مجسر، تم اعمار اكثر من 4000 مدرسه. وكنت اتحدث مع مدير عام التربيه في محافظه الانبار، نعم صحيح انا من محافظه الانبار ولكن انا يعني اسكن في بغداد زهاء 20 عام ونيف، بالتالي اعتز في تلك المحافظه. الانبار وين؟ لكن بارك انت ابن الانبار. نعم. مشكله الانبار وين؟ المشكله كانت تكمن حقيقه، انا دائما يعني اشكل من خلال مقالاتي ومن خلال بحوثي على يعني العقليه الحاكمه لم تغادر حقيقه الفقه الراديكالي الانتقالي الانتقامي الى قوانين العداله الانتقاليه، لم يعني على اعتبار انه في الدستور في حتى قانون بول بليمر، القوانين التي قانون الجمعيه الوطنيه في حينها لم تطبق على ارض الواقع، ما زال عقليه المجتمع. نعم سيف، نعم مشكلتنا تشريعيه، المشكله لو اداريه لو رقابيه. لي مقال قبل ايام يعني مشكلتنا ليس في التشريع وانما في التطبيق، توجد لدينا قوانين كثيره ولكن لا تطبق على ارض الواقع. مونتسكيو له مقوله يقول يجب القانون ان يكون كالموت لا يستثني احد، لكن هناك استثناءات، هناك زعيم شخصيه يتدخل في قرارات القضاء من عدم يعني عدم اصدار ممكن مذكره القاء قبض او الافراج عن شخصيه مثل نور زهير وغيرها من الشخصيات، بالتالي لدينا مشكله في بنيه النظام السياسي. نعم انا مع القانون يطبق في الانبار في البصره على اعتبار ان كل هذه المحافظات هي تحت مظله هذه النقطه اتوجه بها الحكومه الاتحاديه لاستاذ عباس. اذا اكو امزجه بتنفيذ القرارات وخاصه القوانين، شلون نقدر نتغلب على هذه الامزجه؟ هاي تدرين مره هم ما يتعاملون بالقانون، يتعاملون بروح القانون، مستوى الصلاحيات، تقييد الصلاحيات، فهم الصلاحيات، فهم الامكانيات. احنا عندنا خلط بهذه القضايا، ممكن احنا كالمواطن البسيط ما يميز ما بين من هو سلطه تشريعيه عن سلطه تنفيذيه. صحيح. والمسؤول يجي يستثمر هذه القضيه، يعني هو نفسه ممكن هو هسه سلطه تشريعيه، لكن هو جاي يوعد ويشتغل على سلطه تنفيذيه، بيش بحكم وجوده، بحكم قوته. تعريجا على بالانتخابات شوفي في بشوف المشرع نازل بالشارع ويخدم ويبلغ في الانبار حتى في الانبار كانت مشكله الزعيم. زين. مشكله الزعيم شعر بنفسه انه القائد الاوحد، عايش هاي الروح
بدأ باستخدام ورقة الماي عجبه 4 أرهاب يصدر عليه مذكرة، اللي عجبه ينطي قطعة أرض في قلب الأنبار، الكرم مالته يعني لمطيعينه، العذاب لمناهضينه، وبالتالي عاش هذه المساحة. هذه المساحة اللي عاشها اجتي بسبب ضعف الإدارة المركزية بالتحديد في حكومة الكاظمي، اللي كان يحتاج إلى أن يتبادل الأدوار مع السلطة التشريعية، يضعفها اتجاه نشاطه ويضعف رقابتها، فلهذا ما تم استجوابه، ما تم سؤاله، ما تم تعامله. بالتحديد أنا أنقل معلومة دقيقة، وهذه من مجلس الوزراء، أنه رئيس الوزراء الكاظمي لم يجتمع بمجالس المحافظات سنتين، بالمحافظين سنتين، استضاف بعض الشخصيات، واللي كان اكو بعضهم نقاش او موضوع مثل اسعد العيداني من صارت في البرلمان بعض التحديات، صارت بعض المناوشات، صار بعض الكلام، تدريها بعض اسماء برزت، لكن غيرها ما وصلوا. زين انت من تترك محافظ لسنتين وما عنده مجلس محافظه يتابعه، فصار هو الملاك وهو السركال وهو هو صارت كلها بيده. هذه عمليه الطغيان وعمليه الصداميه اللي يريد يعيشها البعض. واجهها القانون، من واجهها القانون اصطدمت بمن؟ اصطدمت بمن؟ اصطدمت بالاحتواء، انه هذا استهداف مكوناتي، هذا استهداف طائفي، هذا استهداف شخصي، هذا، وبدا ياخذ نفس التوقيت. اكو بعض القوى السياسيه هم يصير لعابها، هم يفكر به، هذا انا عندي انتخابات وعندي كذا، كون اغازله، كون امشي له هاي، كون اغض النظر. عمليه غض النظر هي اللي نمت هذه الشخصيات. عمليه غض النظر طبعا تبادل الادوار، تبادل المفاسد، ما ابري اني. اذا هذا القانون ما يحكم على الكل أستاذ عباس. والله ماكو قانون حاكم على الكل ويقطع الطريق امام الكل. فساد في بريطانيا، في المانيا، في امريكا، انا اعتقد انا اقول نسبه، واعتقد اعتقد ان المساله تربويه. هو الانسان اذا ما حاكم على نفسه باخلاقه بقيمه، نشعر هذا بلده، يشعر انه هذا اولوياته، يستحي على اسمه، يستحي على وضعه. استاذ عباس، سنتين مستقبل المحافظين، فلوس وصلاحيات بالمجال، وهذا مشكله تصدي. هذا ما هذا الخوف من رب العالمين، هذا مو هذه مشكله تصدي اللي ما عنده مخافه الله، تصدي المبتور اللي ما عنده امتداداته السياسيه، امتداداته العشائريه. هذه مهمه جدا. انت لا تنسي انك تتحدثين مرات على واقع المحافظات يختلف، اكو محافظه هويتها عشائريه، اكو محافظه لا هذه يكون حاكمه، العرف يستحي، مره اكو محافظه هويتها دينيه. خلينا نكون منصفين، حتى بالهويه الدينيه وبالهويه العشائريه طلع بعض البعض الشخصيات اللي ما عبرت عن اخلاقها بشكل صحيح. لا شك، هذه قضيه، هذه قضيه نسبيه، ماكو قوانين. هذه قضيه نسبيه، لا مو ماكو قوانين. انا اتفق انه مو ماكو قوانين. عندنا من القوانين الشوشين اليوم لا لا عفوا، القاضي حيدر حنون مثلا استجاب، يعني شرعوا له قوانين جديده لو اشتغل بالقوانين الموجوده. لا طبعا طبق السيد ابو البصري من راح والقى على هذه المجاميع، هو مو نفس النظام ونفسه، فبالتالي عملية التطبيق، الجدية بالتطبيق، نظافة إيد اللي يطبق. هو التعطيل وين يجي؟ تعطيل من تتلوث الايادي، فهذا كل ايده على ان يروح يحاسب. شلون راح نحل هالثلاث مراحل؟ بالتاكيد من خلال المراقبه، من خلال الاعلام، من خلال تصويت الاضواء، من خلال عمليه الكشف. المواطن مسؤول. هذه العمليه، شوفي انا مرات اعتذر، انا اخذ من وقتك، انا اقول مره انا اساعد، من انا واقف في دائره في اليوم، الموظف اللي قدامي انا مراجع دائره من دوائر النفوس، فالموظف اللي قدامي جاي يمشي الامور بشكل طبيعي، سرانه وجاي يمشي، دنق علي الشخص الامامي، قال لي هذا مشي ليها وهاي، قال ايش تنطيني؟ قال انطيك 100,000 دينار. قال له زين انت اعطيت 100,000 دينار، انت سراك موجود، ليش ما تستحي على نفسك وتبقى بسراك؟ ليش تعودني وتعود غيري؟ الموظف اهانه ورزله بهذه. انا كلش اعتزيت حقيقه. هاي نقطة تحسب لهذا الموضوع. هذا شو اقول؟ اقول هو المواطن مرات يعلم الناس على هذا، لان هو تعلم انت على انا مره 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 كان هذا الموضوع معي، وحاول احد الموظفين انه يبتزني، قلت له ما عندي مشكله، قلت له اقل من 10 سنتات، هذا رقم النزاهه اخابر لك، والله مش مثل هذه عمليه التلوث تبدا بالمجتمع. التلوث بالمتلقي وبالمواطن. تتفق في هذه النقطة دكتور سيف؟ لو اليوم الكل قام يعيش روح أنه الزعيم الأوحد يقعد وراء الكرسي، وبصراحة وبين قوسين وعذرا للكلمة،
يتخبل على ربعه وعلى ناسه وعلى المواطن. يعني اذا ما رجعنا للحكومات هي انعكاس حقيقه للمجتمع، انعكاس حقيقي. لماذا؟ يعني اذا ما رجعنا هي ليست وليده اللحظه المشكله المجتمعيه في العراق او بعد 2003، لا لا ابدا، يعود للحقبه الامويه العباسيه امتدادا وصولا الى الملك فيصل، تاسيس الدوله العراقيه 1921. يعني الملك فيصل بال 1933 الى رساله يقول: والله ان قلبي لملان اسى، واعتقد لا يوجد شعب عراقي، وانما تجمعات بشريه ميالة للفوضى سماعة للسوء لا تجمعهم جامعة. هذا كلام الملك فيصل في ونقل عبد الرزاق الحسيني في تاريخ الوزارات العراقية. منذ ذلك الوقت في 1933 إلى غاية اليوم، هل زادت أم نقص الموضوع؟ زاد، زادت عندنا الأعراف العشائرية. يعني عندما تغتصب الدولة لا نجد القانون أو نجد المجتمع العراقي ينهض، ولكن عندما تغتصب فتاة نجد العرف العشائري، نجد العرف الديني، نجد القانون. هذه خلل بالبنية. تضيع أعرافنا. تمام. لماذا؟ لماذا؟ لماذا ست فرح؟ لأننا نتحدث عن إبراز الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة حقيقة، وهذه مشكلة. نحن لا نتحدث عن دولة وطنية، إما نتحدث عن دولة وطنية أو دولة مواطنة، شتان ما بين. دولة المواطنة لا تلغي الهويات الفرعية، أما نتحدث عن دولة وطنية ممكن مثل الصين، مثل كوريا الشمالية، بحتة تتحدث فقط عن شعار الدولة. قال لك أستاذ عباس دكتور، نعم. قال لك كل واحد فرد يشعر أنه الدكتاتور الأوحد. هسه أنا ما أقدر أعممها على الكل، بس خلينا نقول أغلب السياسيين يعني كانت عندهم هذه النزعة. يعني بالتأكيد، يعني هناك حقيقة فواعل سياسية سواء كان في هذه الحكومة أو الحكومات السابقة تشعر بأنها تمتلك ممكن يعني ملكة الملك أو الدكتاتور أو الزعيم والزعيم الأوحد. نعم أتفق، وهذه موجودة حقيقة ممكن في شخصية الفرد العراقي. ولعل الدكتور يعني علي الوردي يعني شرح شخصية الفرد العراقي في كتابة طبيعة المجتمع العراقي. طيب. بالتالي حقيقة بحاجة إلى نحن تماسك، يعني بحاجة إلى تماسك مجتمعي، لأن يعني التماسك المجتمعي ينعكس على نتاج الدولة الحقيقية. الدولة اليوم لا نتحدث عن دولة، نتحدث عن حكومة بكل صراحة، نتحدث عن حكومة، نتحدث عن سلطة. حتى في هذه الحكومة، حتى في الحكومة، يعني أنا أتحدث دائما عن إجراءات الحكومة. ما هو معيار نجاح الحكومة؟ حكومة السيد محمد الشيوعي السوداني، المعيار كمعيار نخب يختلف عن معيار الناخب. ممكن مجسرات، ممكن شوارع، ممكن صبغ أرصفة، الرجل داعم للسيد محمد الشيوعي السوداني، ولكن ليس هذا المعيار الحقيقي من ناحية النخب. شنو لماذا؟ المعيار الحقيقي تطبيق المنهاج الحكومي. قدم ورقة، اليوم أنا عندي طالب من الطلاب قدم لي بحث، البحث فيه منهج، فيه أهداف، تم تحقيق الأهداف. مثل طالب البكالوريا يجاوب لي على سؤال وياخذ عليه 10 من 10 وباقي الأسئلة صفارة، اعتبره ناجح؟ لا، مو ناجح. معيار الحكومة وتطبيق المنهاج الحكومي. استثمر وياك الوقت. نعم. ايش قد نسبة الفساد في المحافظات المحررة من وجهة نظرك حتى الآن؟ يعني ليش نختصر فقط على المحافظات المحررة؟ ليش موضوع حلقتنا اليوم عن المحافظات، المحررة يعني متفاوت. حضرتك ونحكي متفاوت بسرعة. متفاوت زي. متفاوت حقيقة. متفاوت بين محافظة وأخرى. هناك جهات غير مرتبطة، هناك جهات ممكن يعني أغلبية ممكن فارضة وجودها في محافظة، وتحدث محافظة الأنبار ممكن الأغلبية لتقدم، حزب تقدم زي. وباقي الأطرافية ممكن حلفاء ويتقدم، عدا كتلة الاستقرار بزعامة محافظ الأنبار السابق. أما في محافظة صلاح الدين لا، الفساد حقيقة يعني كبير جدا وبنسب كبيرة، وللأسف أيضا للمجتمع تأثير في هذا الموضوع. يعني هناك يعني لا وجود للتماسك المجتمعي في هذه المحافظة، هذا جانب. في محافظة نينوى أيضا يوجد، في محافظة كركوك أيضا يوجد، في محافظة ديالى قبل أيام السيد رعد الدهلكي كشف ملف سرقة 9 مليارات دينار، تم استرجاع 3 مليارات. إذن على رأس الهرم محافظة صلاح الدين. نعم بالتأكيد. طيب. بسؤال واحد أستاذ عبو، شو رح نتغلب على هذا الفساد وبأقل من دقيقة لو سمحت؟ والله بمشاركة من يكون عندنا نرفع مستوى الحس الأمني تجاه حماية الدولة، ومن نعاقب بشكل صحيح. صحيح. أنا إذا ما عاقبنا، إذا ما شفت عملية ردع، ما أشوف عملية من العقابة سأل أدب. عملية الردع. أنت شفت عملية ردع؟ حاليا السابقة. شفت عملية ردع، وشفت أنه هنالك عشرات الملفات وبدأ برفعها بشكل حقيقي، وشخصيات أدينت وشخصيات ألقيت بالسجن. أكو مرة طبيعة القانون ومرة طبيعة الجريمة. عندنا احنا عندنا تسوية أموال الدولة، عندنا قانون 29/2012، وعندنا هذه. نحتاج إلى تعزيز عملية المشاركة ورفع الأيدي السياسية عن هذه القضية.
المحلل السياسي الأستاذ عباس العرداوي نورتنا في حلقة اليوم. شكرا جزيلا للباحث في الشأن السياسي الدكتور سيف السعدي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. ملفنا الثاني لحلقة هذا اليوم راح يكون حول توزيع التخصيصات المالية والمشاريع والتعيينات في ظل عدم وجود تعداد سكاني، وراح نفتح وياكم بتقرير الزميل شيبان سعد. قبل 27 عاما كان آخر تعداد سكاني في العراق، واليوم وزارة التخطيط تستعد لإجراء التعداد التجريبي في الربع الأخير من العام الجاري، إضافة عن تعاقدها مع شركات عالمية التي ستقوم بإنتاج أجهزة لوحية خاصة بالعملية فضلا عن البرامج والتطبيقات. تعداد السكاني ضرورة ملحة، وأن كثير من البلدان لا تستطيع أن تنهض بالخدمات وتنهض بتوفير الأمور الأخرى للناس بدون تعداد سكاني. الاعتماد على الأجهزة الحديثة والمتطورة التي ستصل إلى العراق خلال الأيام المقبلة خطوة مهمة في تبسيط الإجراءات حسب ما يراه مواطنون، بغية تنفيذ التعداد الذي سيشمل جميع المحافظات بما فيها الإقليم. وزارة التخطيط أعلنت في الفترة الأخيرة استيرادها 120 ألف جهاز للتعداد السكاني، وتوزع على كل مؤسسات الدولة ودائر الدولة. أنا أعتقد استعمال الأجهزة الإلكترونية والكمبيوتر في كل مؤسسات الدولة خطوة إيجابية تمثل ذوق عام للمجتمع العراقي، لأن كل دول العالم تركوا الحالات الورقية واتجهوا إلى الكمبيوتر. من التعداد الورقية إلى التعداد الإلكترونية، وزارة التخطيط تستعد لاستلام 120 ألف جهاز لوحية لإجراء التعداد إلكترونيا الذي سيشمل جميع سكان العراق. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور حديث ملفنا الثاني راح يكون مع الخبيرة الاقتصادية الأستاذ علاء الفهد، حياك الله. حياكم الله وحيا كل مشاهدي قناة الأيام الكرام. أهلا وسهلا بحضرتك. كيف يمكن توزيع التخصيصات التعيينات على المحافظات بالاعتماد على شنو؟ وإحنا أصلا تعداد سكاني معدنا. في الحقيقة مسألة التعداد العام للسكان أصبحت ضرورة ملحة للعمل الحكومي، وأيضا أولوية من أولويات هذه الحكومة. بزيئ. كون أن التعداد يوفر قاعدة بيانات شاملة يمكن على أساسها أن تخطط الحكومة لتوزيع الموارد البشرية والتوزيع السكاني، مسألة النمو السكاني، الاحتياجات، كل هذا أي مسائل متعلقة في وضع الخطط تحتاج إلى هذا التعداد. التعداد حقيقة في العراق منذ سنوات، لم يعني آخر تعداد عام 1997، منذ أكثر من 27 عام تأجل أكثر من مرة. كان هناك فرصة للتعداد في عام 2007 بسبب الظروف اللي كانت الأمنية، تم تأجيلها 2009 ثم إلى 2011 ثم إلى آخرها كان 2020، وبسبب جائحة كورونا أيضا تم تأجيلها إلى عام 22 بسبب عدم وجود موازنة نقص التخصيصات المالية. طيب. اليوم الحكومة وعند استلامها السيد محمد الشياع السوداني أعلن في أكثر من مناسبة أنه عازم على إنجاز التعداد العام للسكان، كونه يوفر قاعدة بيانات يمكن على أساسها أن تضع الحكومة خططها المتعلقة في توزيع الخدمات والموارد البشرية وأيضا كل ما يتعلق بما يحتاجه السكان. السنوات القليلة الماضية وزعوا تعيينات ووزعوا تخصيصات مالية بالاعتماد على شنو؟ يعني على مستوى اللي أنه كل اللي موجودين مثلا على مستوى الخريجين، يعني هناك بس قرارات خاصة لمثلا الأوائل أو حملة شهادات أو غيرها بالاعتماد على ما موجود ما متوفر، وهو لا يمثل قاعدة الاحتياج الحقيقي، كون أنه اليوم كل مؤسسات الدولة تحتاج إلى خطط، وأيضا تحتاج إلى أن يكون هناك مشاركة فعلية مع القطاع الخاص، بحيث يكون هدف الحكومة ودورها هو خلق فرص العمل وليس توفير فرص العمل. وخلق فرص العمل لا يأتي بدون أن تكون هناك قاعدة بيانات متوفرة عن ماهية السكان المؤهل اليوم اللي يدخل إلى سوق العمل، حجم سوق العمل، تعدادهم، كيف يتم تصنيفهم. اليوم لا يوجد في العراق
من يصنف أعداد الخريجين حسب كل اختصاص وحسب كل حاجة. لذلك اليوم الجامعات عندما تخرج سنويا يعني أكثر من 300,000 خريج سنويا يدخل إلى سوق العمل، لكن نحن لا نعلم هل هذه المخرجات الخاصة بوزارة التعليم العالي هي تلائم سوق العمل؟ يحتاجها سوق العمل فعلا أن تكون لها وظائف وتنافس يعني في سوق العمل؟ لما ما تدري وما عندها، هذا راح يضيع لك الكثير من الموارد الاقتصادية عن البلد. نعم، هو هذا اللي يتحدث عنه بضرورة وجود تعداد عام للسكان. أولا تقسيم عدد السكان حسب المحافظات هذا ضروري ومهم جدا. زين. مسألة الريف والمدينة، كم عدد سكان الريف وأعداد المدن اليوم اللي أصبحت مهولة بالسكان؟ هناك كثافة سكانية في مدن معينة وهناك قلة سكان في مدن أخرى، كيف سيتم التوزيع وفق أي معيارية اليوم؟ يمكن معيار هذا مو عمل وزارة التخطيط. وزارة التخطيط إلى ماذا تستند؟ وزارة التخطيط يعني مشكورة في كل عام لديها دراسات وإحصاءات مختصرة عن ما موجود اليوم يمكن أن توفر من قاعدة بيانات. طيب، لكن هي لا تصل بمستوى تعداد عام للسكان. يعني الكل يتحدث عن 43.5 مليون نسمة في العراق، بينما في آخر تعداد كنا 22 مليون، يعني الزيادة بمقدار 50%. أكيد هذا 50% يمثل زيادة وانفجار سكاني سنوي يحتاج إلى إعادة توزيع. رح توجه بالتساؤلات اللي تفضلت بها حضرتك للأستاذ عبد الزهر الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط، حياك الله وأهلا وسهلا. وين وصلت إجراءات وزارة التخطيط بشأن أهلا وسهلا بحضرتك، وين وصلت إجراءات وزارة التخطيط من إجراء التعداد السكاني؟ هل سنشهد إنجاز خلال هذا العام الحالي أم أن الوقت ما زال مبكرا للغاية؟ تفضل. شكرا جزيلا، أسعد الله مساءكم وضيفكم ومشاهديكم أهلا وسهلا حيثما يكونون. شكرا جزيلا. نعم بالتأكيد نحن الآن في منتصف الطريق باتجاه المحطة الأخيرة وهي محطة إجراء التعداد العام للسكان والمساكن الذي من المقرر أن ينفذ في 20 من شهر 20 الثاني المقبل، يعني شهر 11 من هذه السنة سيشهد تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن. والتعداد كما تعلمون وكما تصفه الأمم المتحدة في تعريفها وتصنيفها للتعدادات السكانية في العالم أنه يعد أصعب وأضخم عمل تقوم به الحكومة أي حكومة في سنة تنفيذه. بالتالي التعداد حتى يعتبر مشروع كبير، مشروع ضخم، مشروع يحتاج إلى جهود كبيرة، هناك متطلبات عمل ومراحل كثيرة ينبغي إكمالها. وأنا قلت نحن في منتصف الطريق في 20 من هذا الشهر يعني 25 سينطلق لدينا التعداد التجريبي الذي سيشمل مناطق محددة في جميع المحافظات بهدف اختبار القدرات والتطبيقات الإلكترونية والإدارية وغيرها من التفاصيل الأخرى حتى نعالج المشكلات اللي ممكن أن تظهر لنا في هذا التعداد التجريبي ونعالجها حتى ما تفرض التعداد العام للسكان. أيضا يلي ذلك حقيقة تدريب العدادين الذي عددهم يصل إلى حوالي 130,000 عداد، وهؤلاء من الكوادر التعليمية والتدريبية في وزارة التربية سينخرطون في دورات تدريبية وفي وجبات خلال الأطلة الصيفية حتى يكونوا مؤهلين للقيام بمهمة التعداد العام للسكان. بعد ذلك حقيقة في الشهر الثامن والتاسع سنقوم بتنفيذ عمليات الحفر والترقيم التي تمثل العمود الفقري للتعداد والتي تتضمن أو تستمر شهرين وتتضمن ترقيم كل الدور في عموم العراق، الدور والمنشآت والمباني. طيب. وكذلك عد الأسر وحصر عدد أفرادها وتقسيمها إلى يعني إلى عناقيد وبلوكات حتى العداد يقوم بإجراء التعداد في تلك المناطق. وسبق ذلك حقيقة أيضا تم التعاقد مع شركات 4 شركات عالمية من رصينة من بلدان كبيرة. هذه الشركات ستتولى كل واحدة منها إنجاز جانب من جوانب التعداد. شركة تقوم بتصنيع الأجهزة اللوحية التابلت و قد بدأت فعلا واستلمنا قبل يومين أول وجبة من هذه الأجهزة ذات المواصفات الخاصة، يعني سنستلم باقي الأجهزة خلال 3 أشهر المقبلة. نحتاج إلى 3 جهاز
وايضا شركه اخرى تتولى عمليه انشاء مركز البيانات، والشركه الثالثه انشاء مركز الاتصالات، فيما تقوم الشركه الرابعه بانتاج التطبيقات والبرامجيات الخاصه بتعداد العام السكان. طيب. هذه طبعا هذه التفاصيل بخطوطها العامه باطاراتها العامه. شكلت فرق عمل اكثر من 11 فريق عمل شكل، هناك الهيئه العليا للتعداد رئيس نائب رئيس الوزراء ومدير التخطيط وغرفه العمليات والاداره التنفيذيه. بالمجمل هناك عمل كبير تقوم به الوزاره الان. وضحت الفكرة فيما يتعلق بالنقاط اللي ذكرتها أستاذ عبد الزهر، لكن سؤال لحضرتك، بماذا اعتمدت وزارة التخطيط على توزيع النسب، التعيينات، المشاريع؟ هذه كلها تعتمد على نسبة سكانية محددة. إذا ما أجرينا إن شاء الله التعداد السكاني، من وجهة نظرك راح يأثر على النسب اللي معطاة لإقليم كردستان أو للمحافظات الشمالية أو للجنوبية أو للوسطى؟ أحسنتم، هذا سؤال مهم. حقيقة واحدة من أكبر الإشكاليات التي نواجهها اليوم هي عدم اقتناع أو عدم قناعة المحافظات بما يخصص لها من تخصيصات مالية ضمن القانون الموازنة العامة للدولة. التعداد العام للسكان هو الكفيل والعامل الوحيد الذي سيحسم هذه الجدلية ويضمن عدالة توزيع الثروات بين المحافظات وفقا لحدودها السكانيه. الان كل محافظه من محافظاتنا العزيزه تقول انه عدد سكانها اكثر مما اكثر ما تاخذ من مستحقات ماليه، وبالتالي هي تعتبر نفسها مظلومه. نعم. التعداد راح يعالج هذه المشكله، وستكون هناك عداله حقيقيه ودقيقه في توزيع الثروات وفقا للحدود السكانيه التي ستكون دقيقه بالتاكيد تلك التي سيظهرها التعداد العام للسكان. نعم، شكرا جزيلا الأستاذ عبد الزهر الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. إذن أستاذ علاء، كل محافظة تقول أنا أستحق نسبة أكبر. نعم. هذه الجدلية موجودة في كل المحافظات، لكن في إقليم كردستان على وجه الخصوص. إذا ما أجرينا التعداد السكاني راح تتغير النسب المعطاة والممنوحة للمحافظات لو لا؟ أكيد هو التعداد العام للسكان سيكون الفيصل بوضع النقاط على الحروف ليأخذ كل ذي استحقاق حقه. اليوم حتى بمسألة توزيع المقاعد الانتخابية حسب الأعداد الناخبين في المحافظات أيضا هناك إشكالية، هذا سيحلها تعداد العام للسكان. تعداد العام للسكان ليس مجرد أرقام أو إحصاءات، إنما هي قاعدة بيانات كبيرة جدا توفر للحكومة شاشة بيانية من خلالها تستطيع أن توزع، أن تخطط في البدء وتوزع مواردها وتخصيصاتها. طيب. وفق ما يقره التعداد العام للسكان. طيب. وهذا يحقق جانب العدالة المهم جدا. العدالة شنو راح تحقق من الجانب الاقتصادي؟ يعني إذا ما تحققت العدالة اللي حضرتك قاعد تتحدث عنها، شلون راح تنعش الاقتصاد العراقي؟ أولا راح اليوم عندنا نسب فقر موجودة في المحافظات، وهذه نسب متباينة بين محافظة وأخرى. إذا أردنا أن نوزع وفق المساواة توزع حصص لكل محافظة، لكن هذا يهمل العدل اللي موجود بالاستحقاق الخاص بكل محافظة حسب نسبة الفقر. اليوم لو على سبيل المثال تم قياس نسبة السكان الذين هم تحت خط الفقر في محافظة السماو أو الديوانية يقارن بمحافظة صلاح الدين أو بمحافظة أربيل، شوف أكو فرق بين المحافظتين. حتى في مسألة توزيع الخدمات، المشاريع الخدمية، اليوم إشباع الخدمات في محافظة يختلف عن محافظة أخرى. هذا مشكلة إدارية لو مشكلة مالية لو شنو بالضبط؟ المشكلة الأساسية بوجود قاعدة البيانات بالدرجة الأساس تحقق قناعة. اليوم التعداد العام للسكان يحدد قناعة وأيضا يحدد احتياج. اليوم إحنا محتاجين التعداد مو فقط أرقام، يمكن الأرقام نقدر نطلعها من خلال البطاقة التموينية أو من خلال عدد البطاقة الوطنية اليوم اللي أصدرتها وزارة الداخلية أو من خلال البطاقة الانتخابية، يمكن أن نسوي رقم، لكن هذا الرقم نحتاج إلى تصنيفات وتوزيع على شكل فئات. كم هم عدد السكان الذين بعمر 15 سنة؟ كم عمر السكان اللي هم واصل إلى عمر 60؟ هذا كله دراسات وإحصاءات على ضوء يتم تحديد الاحتياجات. حضرتك تطرقت لنقطة مهمة، قلت لي أكو محافظات فقيرة جدا مثل السماوة والديوانية، وأكو محافظات لا والله
الحالة المعيشية بها جيدة. الحكومات السابقة، أنت حضرتك قلت لي على دراسات وعلى تقييمات، زين هل من الممكن هاي الدراسات والتقييمات نشوف شنو هي الأوضاع الاقتصادية والمعيشة بالمحافظات الجنوبية؟ أكيد، يعني حتى من 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 نأتي إلى توزيع التخصيصات توزع على أساس المحرومية، محرومية كل محافظة، حتى مسألة المشاريع الاستثمارية يجب أن تتوزع على أساس المحرومية لكل محافظة. هناك محافظات فيها انفجار سكاني كبير جدا، هناك محافظات سكانها محدود. طبعا هذا يخلي الحكومة أن ترى بعين واضحة، يكون لها عندها شاشة واضحة من خلالها أنه تعرف أي محافظة تحتاج إلى جهد أكبر أو تخصيصات أكبر أو مشاريع أكبر. هذا راح يأسس لي سؤال آخر، إش قد تعرضت المحافظات الجنوبية إلى غبن كبير جراء عدم إجراء التعداد السكاني والنسب المقدرة لهذه المحافظة؟ طبعا أكيد هناك تفاوت في حجم الغبن اللي وقع على المحافظات، خصوصا المحافظات الجنوبية. هناك محافظات مثل محافظة البصرة اليوم تشكل رئة العراق الاقتصادية، لكن هذه المحافظة محرومة كونها محافظة اقتصادية مصدرة للنفط. مع ذلك هناك انعكاس سلبي على وجود آبار النفط في تلك المحافظات، رفع نسبة الإصابة بأمراض السرطان، وبالتالي هذا يحتاج إلى جهد ومعالجة بالمقابل أن توضع تخصيصات تضاهي ما تعاني هذه المحافظة. هناك محافظات فيها ثروات، فيها زراعة، لكن تعاني من محرومية، وهذا كله إذا عدنا قاعدة بيانات على ضوها نضع خطة. الخطة التنموية اليوم اللي وضعت وطوال سنوات لم تصب أهدافها بالشكل الصحيح. لذلك هذه الحكومة برئاسة السيد محمد الشاع السوداني، وأيضا مجالس المحافظات اللي والمحافظين اللي تم انتخابهم مؤخرا، هناك رؤية على وضع خطط الإصلاح الاقتصادي. نعم. والوضع المعيشي والأهم لكل محافظة. إجراء التعداد السكاني. نعم. شكرا أكيد جزيلا. قاعدة البيانات هي تكون الفيصل في التخطيط، لا يمكن أن نخطط بدون قاعدة بيانات. شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي الأستاذ علاء الفهد، نورتنا في حلقة اليوم، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبارنا المحلية لهذا اليوم. السوداني يوجه باستكمال متطلبات المضي بتنفيذ المشاريع الخدمية لمناطق شرق قناة الجيش. رئيس المحكمة الاتحادية يؤكد الحرص على إنشاء علاقات ثنائية مع المحاكم الدستورية الدولية. مستشار الأمن القومي يؤكد على أهمية تنفيذ توجيهات القائد العام بالالتزام بساحات العمل الاستخباري. هيئة النزاهة تعلن تنفيذ أوامر قبض لثلاثة متهمين بالاختلاس وتعقيب المعاملات في واصل. وزارة الموارد المائية تعلن أن الأمطار الأخيرة استثمرت لتعزيز الخزين المائي في السدود. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.